سيدنا رسول الله وعلى اهله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد اذن حضراتكم اللي سامع صوتي بوضوح يكتب في الشات بوكس رقم 1. بسم الله ما شاء الله. طيب تمام، انا بحاول ادون الناس ديت علشان لو في كان استبيان ولا بتاع هنحاول نعلم صح، بس يعني اللي يوجع مننا يا جماعه يا ريت يقول للتاني، اللي يوجع مننا يا ريت يقول للتاني. طيب نستأذن الطرام معانا بنات، بعد اذن حضراتكم يعني نغطي الكام بتاعتنا خالص، يا ريت نغطيها، نكون مغطيين الكاميرا بتاعتنا، والناس اللي معاها هيدفونز يعني مركبه سبيكر، اقصد مش سبيكر يعني مركبه مايك، يا ريت تطلعه، غير لو هي كانت محتاجاه يعني، لان كده كده لو حد عايز يتشات معانا صوت يعني ممكن ياخد المايك من الاورجنايزرز. فنفضل يعني لو حد معاه سؤال يا ريت يسأله كتابه علشان معانا بنات، نستأذنكم يعني. تمام اللهم خير، متفقين يا جماعه؟ صوتي ابتدى يقطع. حاضر، انا هحاول اتكلم بالراحه خالص. صوت حاضر. تمام اللهم خير اللهم خير. طيب شباب هدي السرعه شويه يا دكتور. حاضر يا شباب حاضر حاضر متفقين. طيب الناس اللي شاشه الكمبيوتر بتاعتي ظاهره عندهم بعد اذن حضراتكم يكتبوا في الشات بوكس رقم 1. شاشتي ظاهره تمام اللهم خير. طيب جميل، نبدا السيشن بعد اذن الناس بان كل واحد يبتدي يعرف نفسه ان امكن يعني علشان ابقى عارف بالظبط مين ايه، وانا بحاول اكتب الكلام ده عندي. يعني كل واحد يبتدي يكتب لي انا ما اعرفش مين ادمنستريتور واحد، هو المشكله ان الاسامي ظاهره عندي، الاسامي اليوزرز بتاعت حضراتكم. انزلت عبد الله، عبد الله اسمك واضح يا عبد الله؟ اهلا يا عبد الله، كل سنه وحضرتك طيب. فاطم اهلا يا فاطم، كل سنه وحضرتك طيب، مبروك النجاح يا عبد الله، مبروك النجاح يا فاطم. بريهام واضح، ديفيد ديفيد واضح، مروه وصفاء توينز اوكي تمام، ادمنستريتور ايمان شكرا ايمان، شيماء يو ان تمام. هحاول افتكر انا اسامي اليوزرز دي، بس بالله بعد اذنكم يا جماعه بسموا اليوزر اكونت بتاعتكم باساميكم علشان لما ندخل السيشن ده التاني ما يعني انا متلخبطش. نستاذنكم يعني اليوزر المفتوح سموه باسمكم يعني. طيب اللهم خير. راح نبدا السيشن ديت. اهلا بحضراتكم جميعا، انا ابتديت ريكوردنج للشاشه بالمناسبه، والحمد لله يعني طالما البنات موقفه الشات بالمايك بتاعهم فايه اصوات البنات مش راح تظهر معانا خالص، لكن انا عامل فول كنترول للانستراكتورز بتوعي باستثناء برضه المايك، الناس اللي معايا في البتاع. وبالمناسبه الاورجنايزرز معانا انستراكتور زهراء وانستراكتور ريهام، هم دايما موجودين يا جماعه في الخلفيه. والله انا بشكرهم كتير جدا، مش عارف اشكرهم بحجم ايه بالظبط. وانا بنشكر حضراتكم جميعا يعني. سمر اهلا يا سمر، اهلا بيك يا سمر، نورت الدنيا يا ست البنات. طيب القصد من سيشن اليوم راح نتعلم ان شاء الله باذن الله مع بعض كده الكونتنت مانجمنت سيستم اللي راح يفضل معانا موجود دايما في الخلفيه، وهو اللي هنعمل فيه بقى مسألة انتر اكشنز ما بين حضراتكم، وهو اللي هيكون الشاهد على مسألة تسليم التكليفات ومسألة تسليم الواجبات، ولو حد مثلا معاه سؤال هيبتدي مثلا يطرحه وغيرها من اللغات المختلفة، ده اللي هيكون الكونتنت مانجمنت سيستم اللي راح نشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. تمام يا جماعه الخير؟ متفقين؟ تمام حلو. طيب الكونتنت مانجمنت سيستم اللي راح نشتغل عليه يا جماعه اسمه كينفا دوت انستراكتشر، كينفا دوت انستراكتشر. طيب نجيبها من فين؟ نفتح وايت بورد ونكتب عند الناس الموقع بتاعنا يا جماعه، نكنسل. طيب كتير
بلاش اكتب انا حاطه اوفك. الموقع يا جماعه اسمه كينفا انستراكتشر. طب انا هحاول اعمل زوم بالماوس. ماشي بلا شوية كوت. اسمه كينفا عبد الله. الصوت اعمل ايه للصوت؟ ممكن يكون انا بحاول امشي بالراحه والله. حاضر اكتب الموقع يا دكتور. حاضر اسمه كينفا انستراكتشر. انا ممكن ادخل طيب بالزوم شويه علشان الناس تشوفه، او ممكن نسيرش عليه في انترنت. حاضر انا هاخد الموقع واعمل له ليست في الشات يا جماعه. تلاقيه في الشات بوكس بتاعكم موجود الموقع، ممكن نكليك عليه. هو ايه الموقع؟ حاضر الموقع موجود في الشات بوكس يا جماعه. الموقع موجود في الشات بوكس. طب انا ادمنستريتور. ادمنستريتور اسم مين؟ ادمنستريتور اسم ايمان. ادمن دي ايمان. حاضر يا ايمان. كتبت اسم الموقع والله. كده معانا مين؟ ادمنستريتور عبد الله ظاهر، كابتن احمد ديت، احمد ديت فاطمه، حاول تسجلها ديفيد ظاهر، توينز ديت مروه وصفاء، تمام، ويو ان ديت شيماء. حلو ادمنستريتور ايمان. تمام الموقع فتح. اوكي حلو كده عند ادمنستريتور عند ايمان موقع. يا جماعه ممكن نفتح الموقع بعد اذن حضراتكم، والناس اللي فتحت الموقع ضغط واحد في الشات بوكس بعد اذنك. واحد زهراء. اوكي تمام يا زهراء. واحد اسماء. اهلا يا اسماء نورة الدنيا. واحد فاطمه تمام. اوكي واحد مروه صفاء تمام. اوكي ادمنستريتور عبد الله تمام. اوكي حلو. اللي يبقى يا جماعه يا ريت تكتب مثلا حاجه غير الواحد، تمام؟ يعني احنا متفقين واحد ديت معناها المهمه تمت بنجاح. اي حاجه غير الواحد مثلا رقم اثنين معناها ان انت عندك مشكله، فوقفنا علشان ايه نمشي مع بعض. طيب بعد ما فتحنا الموقع جاب لنا اللوجن ديت اللي الشاشه اللي مفتوحه قدام مني، ولا جاب شاشه تاني؟ تمام يا فاطمه. اوكي الموقع هي تمام. حلو خالص. نفس الشاشة ممتاز يا فاطمة رائع. نفس الشاشة ادمنستريتور ايمان. حلو. طب من فوق كده يا جماعة كاتب لي كلمة نيد اكينفا اكونت اللي انا واقف عندها بالماوس. حلو تمام ريهام ديت نيد اكينفا اكونت. ممكن نضغط عليها علشان نعمل كرييشن لحساب جديد. تمام حلو. يعني هنعمل ريجستريشن لحساب جديد في الموقع ده. تمام يا ديت. حلو يا ريت ايه نمشي سايد باي سايد مع بعض كده. ممكن تلاقوني ما اسالش واجري بسرعه يعني، فيا ريت اللي واقف في حاجه يوقفنا، او اللي واقع في حاجه يا ريت يوقفنا. وبعدين طبعا من الشاشه بتلاقي انك طيب الناس ظهرت عندها الشاشه ديت. حلو لحظه اسمع اتفضلي يا فندم. معانا الناس اللي ظهر معاها ريجستريشن ده ريجستر فور فروم ويب سايت. يا جماعه تكتب واحد في مشكله ايمان تمام زهراء تمام فاطمة تمام سمر تمام ادمنستريتور ايمان. مين تاني؟ عبد الله فين؟ ديفيد فين؟ ريهام فين؟ ريهام صح مش هتعمل ريجستريشن. ريهام عملت ريجستريشن. اوكي تمام. طب مكملين. اول واحد فوق. انا اسف يا عبد الله. انا اسف يا عبد الله. ظهرت مروه صفاء. تمام يا مروه. اوكي تمام صفاء. شايفين اي ام ستودنت واي ام تيتشر، ومن تحت كده بيرنت ساين اب. طبعا ده يا جماعه كونتنت مانجمنت سيستم، وبعيد عن المصطلحات بتاعت تكنولوجيا التعليم ده نظام اداره التعلم والكلام الجميل ده، بس ده النظام اللي احنا هنعمل مانجمنت للعمليه التعليميه من خلاله ان شاء الله باذن الله. فكالعاده شايف كلمه اي ام تيتشر دي، فانت كليك على ايه؟ على اي ام تيتشر. تمام علشان تستفاد بعدين بانك ممكن انت المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعمل الكورس بتاعك يور اون كورس بقى وتنشره، وتسمح للبشريه الضاله دي انها ايه تبعت لك طلبات وانضمام، وانك انت تنظم الكورس بتاعك. حلو كده جميل. فانا ضغطت على اي ام تيتشر فظهرت لي بعد شويه الصفحه الحمراء اللي حملت دي، وقدام منها كلمه تيتشر ساين اب. اللي معانا يا جماعه تيتشر ساين اب يضغط رقم واحد. انا عامل نجوم علشان بس ايه افصل ما بين السؤال اللي فات والسؤال ده عشان ما تخش يعني. ديفيد زهراء عبد الله تمام. اوكي يو ان ده مين؟ ديت شيماء. حلو ادمنستريتور ديت ايمان. جميل. سمر فين؟ صوت بيقطع. حاضر يا ديفيد.
طيب سمر فين؟ ومروة وصفاء تقريبا. ممكن انا بقى اكون نسيت حد، بس معلش. اسماء تيتشر سون ابي اسماء مظبوط. ادمنستريتور الصوره حاضر يا ايمان. سمر واحد اوكي تمام جميل. ريهام ريهام مالها ريهام؟ فين الاي بي يا ابراهيم؟ الاي بي موجود يا ابراهيم. تمام اوكي حلو. طيب من هنبتدي نكمل الخطوات بتاعتنا يا جماعه. ها ساين عادي خالص، اسمك واللاست نيم والسكول او الاورجنايزيشن. انا عن نفسي مثلا هكتب السي في يو. الامر ده طبعا يرجع لحضرتك مقاما. انا هكتب السي في يو في موضوع السكول او الاورجنايزيشن، وبعدين اختار هاير اديوكيشن تعليم عالي. هيقول لك وظيفتك ايه، فيك تقول له انك مثلا تكنولوجيست لو انت عايز، او تيتشر انستراكتور. وفيك تكتب الايميل بعد اذن حضرتك، ميل يكون شغال. الله يسترك يعني، الله يبارك لك يا رب كده، عشان احنا ما اتفقناش على اي رولز قبل ما نبدا السيشن ده. فايه الميل ده يكون شغال، ونستاذن الناس يعني يا ربي بعد اذنكم، بعد اذنكم الميل ده يكون مفتوح في تاب جنب جنب يعني خليه افتح البراوزر وافتح تاب كده واكتب فيه الميل ده، افتحه ايا يعني يكن ميل جيميل ياهو اوتلوك اي حوار، واكتب هنا الفون تبعك عشان الفيريفيكيشن، واعمل اي اجري واضغط على سبميت. يعني ايه؟ خلص الكلام في الكلام الفاضي ديت، وايه انا مستنيك اللي هيديني تمام بوكي. يلا مستنيك. مين خلص؟ واحد اه ديفيد خلص. رائع يا ديفيد، تمام اديت شيك بوكس عن ديفيد، ممتاز. متابع بس لغايه لما الناس تخلص ريجستريشن، عشان في تدوينات بتتحط في الخلفيه في الموقع، الفون اي حاجه مش مشكله يا عبد الله، اي حاجه عادي مش مشكله. تمام تمام خلاص، بس ما مشكلتها اتحلت. ابراهيم تمام اوكي تمام، الفون اي حاجه يا عبد الله اوكي. يا جماعه الخير زهراء تمام اوكي جميل. عبد الله تمام بان حلو كده، معانا 12 واحد في السيشن ممتاز. زهراء تمام حلو. سمر تمام ممتاز. فتحنا. طيب انا وقفت لسه ما سجلتش. ايمان ماشي يا ايمان، سجل يا فندم. انا كده مش عارف اتابع، داخله متاخره يا بسمه. طيب بص يا بسمه، افتح الشات فوق كده هتلاقي فيه رابط لموقع، اضغطي عليه اهو الموقع، اضغطي عليه. انا هحاول لو كان في الكوبي هنزله لك في الشات بوكس مره ثانيه. هو في الكوبي مش عارف بصراحه، ممكن يكون لحظه. حاضر. ده تقريبا الموقع سام، الناس اللي داخله متاخره. يلا يا جماعه اللي متاخرين، عشان الجماعه اللي مش متاخرين هيعملوا لنا مشاكل كده. تمام في ايه يا ابتسام؟ فين معلش؟ في الشات بوكس فوق، رابط فوق اهو، انا كتبت والله. حاضر انا فيني ارجع لورا شويه. اكتب ايه في الخانه دي؟ اكتب اللي انت عايزه، اكتب انا كتبت اس في يو يا ايمان، انا كتبت اس في يو، ده الرابط يا ابني اهو. شفت اثنين والله، زهراء عملت الرابط وانا كتبت لك رابط. شكرا يا زهراء، ربنا يبارك فيك يا رب. اكتبي اي حاجه يا ايمان، انا كتبت عن نفسي اس في يو يعني. المهم الناس اللي خلصت التسجيل بعد ما عبينا الداتا ديت، انا طبعا مش هسجل لاني اوريدي كنت سجلت خلاص يعني. استأذن الناس اللي سجلت بس بعد اذنكم انها تفتح الميل بتاعها، يعني تفتح الميل تبعها، الميل اللي هي سجلت بيه ممكن نفتحه يا جماعه بعد اذنكم؟ الميل اللي احنا سجلنا بيه ممكن نفتحه؟ نفتحه ونشوف الانبوكس كده. تمام ماشي يا عبد الله.
هبعت لك عليه الكونفيرميشن اللي هي الرساله بتاعه التاكيد ان انت سجلت او ما سجلتش يعني. وصل الاكتيفيشن. تمام يا ديفيد. اوكي تمام كده ديفيد ماشي معانا. ديفيد بيبعت لي مسج شخص. تمام ديفيد شغال الاكتيفيشن بتاعه شغال. وصل يا جماعه القصد من كده من القصه ديت اني سمر. تمام وصل لك الاكتيفيشن. المهم يعني تلاقي في الرساله اكتيفيشن كود. الاكتيفيشن ده تضغط عليه يوم الكونفيرميشن هيقول لك تمام الريجستريشن دان وانت كويس. تمام يا عبد الله. كده الناس اللي بتكتب واحد ديت معناها ان الاكتيفيشن بتاعها وصل وانها ايه. نكتب في الاورجانيزيشن تايب. ايه الاورجانيزيشن تايب ديت؟ اختاري هاير اد. هاير اد يا ايمان. هاير اد يعني تعليم عالي. هاير اد عايز باس. اكتب الباس اللي انت هتعمل بيها لوجن يا عبد الله عشان انت ما كتبتش باس في ريجستريشن. فنكتب الباسورد اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل بيها لوجن ان لما نيجي ندخل يعني. وبعدين ايه يا ايمان واقفه فين؟ اسمع. تمام حلو. فين مشكلتك يا ايمان؟ ديفيد. تمام يا ديفيد ممتاز. كتب الباص سبميت يا ايمان. اوكي تمام سبميت. علم على اجريمنت. تلاقي في حاجه اسمها اجريزس مش عارف ايه علمي عليها واعملي سبميت يا ايمان. من تاني الناس اللي اتبعت لها الاكتيفيشن على الميل تضغط عليها تلاقي رابط تضغط عليه هيطلب منها باسورد. وصلت للداشبورد يا ديفيد حبيبي. تمام كده الحمد لله على السلامه. عايزين نوصل كلنا للداشبورد زي ديفيد كده. بس كنا بنقول الناس اللي اتبعت لها الوظيفه ادمنستريتور يا بنت اكتبي انستراكتور. بتعيدي الكلام اللي احنا قلناه يا ايمان. اكتبي انستراكتور مثلا او تيتشر. انستراكتور او تيتشر يا ايمان. ركزي معانا بالله يا ايمان وامشي معانا في الخطوات وحاولي تلبسي هيدفون علشان البسي هيدفون يا ايمان بالله يا ربنا يسترك. عبد الله في الداشبورد. تمام كده انا عندي ديفيد وصل وعبد الله. حلو خالص. مين يا جماعه تاني وصل للداشبورد غير ديفيد وعبد الله؟ في مشكله في التسجيل. ايه ايه مشكلتك يا فاطمه؟ مش فاهم حاجه. مش فاهم انا وصلت. فاطمه وصلت. تمام يا فاطمه شكرا. تمام تمام يا فاطمه. في مشكله في التسجيل. فين يا ايمان؟ علمت على الاجريمنت يا ايمان؟ طيب فين الباقي؟ سمر يا جماعه. زهراء وصلت للداشبورد. مروه وصفاء وصلنا للداشبورد يا جماعه. شيماء وصلنا. زهراء وسمر وصلوا. تمام سمر تمام. زهراء تمام. اوكي شيماء طيب وصلنا للداشبورد يا شيماء. بعد ما فتحت معلش فتحت ايه بالظبط يا ابتسام؟ عايزه تكملي تسجيل يعني في الشاشه بتاعي. اه اختاري ايام تيتشر يا ابتسام. اختار ايام تيتشر ونكمل التسجيل يا ابتسام. لسه للاسف بس شبكه ضعيفه. يلا تمام يا مروه. تمام يا صفاء. نحاول بالله. تمام يلا يا جماعه كلنا عايزين ننجز شويه. مش عايزين نضيع وقت كتير في التسجيل يعني لاني عايزين نخلصه منه. ماشي 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 كده. اوكي زهراء مروه وصفاء لسه. ايه ادمنستريتور خير يا ايمان؟ فتح. اوكي تمام حلو. اللي يعني رجع للميل بتاعك يا ايمان هتلاقي فيه كونفرميشن. اضغطي عليه بالله هيقول لك عايز الباسورد. اكتبي باسورد وروحي للداشبورد بعد اذنك. اختار ايه في ايه طيب؟ اضغط على الرابط اللي في الجيميل وبعدين سجلي يا ابتسام. كملي كملي الداتا بتاعك. كملي كانك بتسجلي في اي موقع تاني يعني ايه. في الاسم نبتدي نكتب الاسم تاني اهو تاني اهو. انا من افتح حساب تاني. في الاسم يا ابتسام هنبتدي نكتب الاسم اللي احنا بعد ما ضغطنا على ايام تيتشر تاني اهو. زهراء الباسورد. تمام يا زهراء. زهراء بتحاول تساعد. الباسورد بت بت بت
زهراء بتكلم ايمان بتقول لها يا جماعه الباسورد وين سم تمام يا مروه تمام يا صفاء اوكي جميل يا ابتسام بعد ما جات لك بعد الشاشه ديت اكتبي اسم الاولاني الاسم الثاني السكور اكتبي مثلا اي حاجه اس في يو مش شرط الداتا دي تكون حقيقيه ابتسام مثلا اس في يو انا عن نفسي كتبت اس في يو حلو تمام يا سمر تمام يا سمر سمر بتسال بتقول لك اس في يو والهاير اديوكيشن نختار وفي الوظيفه ممكن نكتب اي حاجه تيتشر او انستراكتور الايميل نكتب ايميل يكون شغال واحنا فاتحينه في الباك اند والفون زي ما قال عبد الله اي شيء ونعلم على اجريمنت يا ابتسام ونعمل سبمت ويلا كده شكرا يا سمر شكرا يا زهراء طيب انا هرجع مره تانية للرابط الناس اللي هي لسه مش في ايه بعد ما فعلت التسجيل من الجيميل وكتبت البيانات ايه تاني حاضر يا فندم ان المفروض ان هو يوداكي في الداشبورد يا 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 ايمان بعد ما فعلت الاكتيفيشن وداكي للداشبورد استنينا هناك استنينا هناك عشان انا هبعت الطلبات دلوقتي تمام طيب كده في حد لسه في حد عنده مشكله في اورجانيزيشن يا ابتسام اس في يو يا ابتسام يا ابتسام انت مش مركبه المايك الهيدفون بتاعك مش مركبه الهيدفون بتاعك يا ابتسام حاولي تركبي الهيدفون وتركزي معايا بالله الاورجانيزيشن مركبه اس في يو اس في يو يا ابتسام طيب تيوب ايه بس مش فاهم higher ed higher ed higher ed higher education ابتسام نرجع للخطوه دي مره ثانيه انا هحاول اشير رابط الناس اللي في الداشبورد بالله معلش تقف عندها الناس اللي بعدت عن الداشبورد يا ريت يعني تضغط على الرابط اللي موجود في الشات بوكس عشان ترجع لي للخطوه دي في الخطوه دي انا هحاول اعمل ساين ان عشان ادخل بالداشبورد بتاعي علشان ادخل الداشبورد الناس اللي وصلت للداشبورد كيب زي ما هي خلاص لكن انا بحاول اسجل تاني يعني انا لو طار مني الموقع ومش عارف ادخله فانا بدخل من كده بكتب كلمه انستراكشر وبعمل لوجن فانا هدخل لحسابي كادمنستريتور دلوقتي تمام كده فانا وصلت فين كده في الداشبورد تمام يا زهراء جاي انا في الداشبورد بتاعي وانا عندي 3 كورسات انا مش بستهدف اني اشرح انك بتحاول تعمل كورس بس ده تضميني بالمره الصوت يا ايمان حاضر ده تضميني بالمره لو انت عايز انت تنشئ يور اون كورس بتضغط على ستارت ا نيو كورس وديت مش قصتنا دلوقتي قصتنا بس في ان احنا نحاول انت المفروض ان الشاشه ديت ترجع عندك فاضيه وما فيها اي شيء حلو كده طيب انا هحاول ابعت دلوقتي لحضراتكم طلبات انضمام على الكورس تبعي فبالله يعني ايه نستأذنوا الناس واحده واحده الصوت بيقطع حاضر اوكي جميل خالص حاضر يا اسماء نستأذنوا الناس الناس اللي سجلت بإيميلات ممكن تكتب كل واحد سجل بميل يكتب الميل اللي سجل بيه في الشات بوكس الناس اللي سجلت بإيميلات عشان أبعت لها طلبات ممكن كل واحد سجل بإيميل يكتب الميل اللي هو سجل بيه في الشات بوكس ده هنا يعني تمام زهراء ديفيد تمام طيب كنترول سي كما ديفيد ممكن سي ممكن بي كما فاطمة ممكن سي ممكن بي كما عبد الله ممكن سي ممكن بي كما مروة كنترول سي كنترول في كما أسماء كنترول في كما إمام سمر ذهب كما administrator دي ايمان control c control v كما وصلتي فين يا ابتسام فين يا ابتسام وصلتي فين يا بس وصلتي فين يا ابتسام طيب
طيب على ما يبعته، طيب بعدين لا ما هو يبعته في نفس اللحظة ابتسام، بتفتحي الميل كده هتلاقيه موجود، ولا عشان بالمرة نستنين ملك نبعته مع الجماعة بالمرة، حد يا جماعة طيب لسه ما بعتش، أنا ما وصلتش لسه، طيب اعملي ريفرش للبراوزر تبعك يا ابتسام وهيوصل إن شاء الله بإذن الله، حد كده لسه ما بعتش من الشباب اللي موجود معانا كده، زهراء وديفيد وعبد الله وفاطمة، بعد تفعيل الموقع من الجيميل هتعمل إيه؟ يا بنتي ما انت خلاص سجلتي، خلاص انا دلوقتي هبعت لك الطلب اللي هتجويني بالكورس، فهماني يا جماعه؟ انا الايميلات اللي انا اخذتها من حضراتكم دي هي اللي هبعت بعد في موقع على الجيميل هتعمل ماشي. حاضر يا ايمان كابتن، حاضر يا فاطمه، مستني والله، انا اخذت الايميلات دي علشان ابعت لكم طلبات بيها هتلاقوا الانفيتيشن، فخلوا الميل بتاعكم مفتوح، نخلي الميل بتاعنا مفتوح بعد اذن حضراتكم يعني، تمام؟ وانا اعمل نيكست اد يوزرز، استنى واحد، حاضر مستني، حاضر الناس اللي بعتت، تمام يا دكتور، بعد ما كتبت الموقع وكده سجلت، اعملي اكتبي يا الميل بتاعك يا بصمه اللي سجلتي بيه عشان ابعت لك الطلب دلوقتي، الناس اللي كتبت ايميلاتها بالله، حاضر يا اسماء، حاضر يا اسماء، حاضر يا جماعه، الصوت واضح؟ واحد بعد اذن حضراتكم، واحد قبل اثنين، تمام حلو، تمام يا اسماء، بالله الناس اللي كتبت اساميها، تمام يا بسمه حلو، الناس اللي كتبت اساميها، اسف اللي كتبت ايميلاتها، تراجع الميل هتلاقي دعوه واصله لها، ممكن بس يا جماعه نضغط عليها علشان تجوين الكورس بتاعنا، ودي اخر ميل هيكون ميل بسمه تقريبا، نيكست اد يوزر، راجعوا يا جماعه بالله بعد اذن حضراتكم الايميلات، عبد الله صوت بيقطع، حاضر يا عبد الله، حاضر، المشكلة بتبقى بس في الانترنت، نحاول بالله، طيب يا جماعة نفتح الميل هنلاقي فيه انفيتيشن، فيه انفيتيشن ممكن، ها وصلت الانفيتيشن ولا لا؟ الناس اللي وصلت لها الانفيتيشن ممكن تضغط رقم واحد، زهراء وصل، حلو يا زهراء، اكتبي بالله يا زهراء انهي لينك ندوس عليه، انا مش عارف انهي لينك، وسمر وصل تمام، اضغطي طيب على اللينك حد الاول، طيب زهراء بتقولي الاول يا جماعة عشان انا جاي، معلش اللينك الاول عشان انا مش فاكر بصراحه انا لينك، يعني سجلت من بدري، اللينك الاول، طيب ردا على سؤال فاطمه، شكرا يا زهراء، الله يبارك فيك يا رب، لسه بيندنج عندي، انا عامل ريفرش طيب عشان الناس البيندنج دي ترجع او يقول لي مين اللي سجل، يا الله صبعي مش اسم هافنت بين اكسبتد كده، اسماء اكسبتد تمام، اسماء جبلت الدعوه، زهراء لسه، ديفيد جبل الدعوه، زهراء وين يا زهراء، سمر لسه بيندنج، فاطمه لسه بيندنج، عبد الله لسه بيندنج، ما في صوت، ما في صوت، ايمان لسه بيندنج، ابتسام لسه بيندنج، زهراء لسه بيندنج، شباب بالله ممكن نقبل الدعوه؟ اسماء بس انا دخلت على 105، اسماء تمام تمام كده، انت بيندنج يا اسماء، اوكي انت سجلتي، الصوت بيقطع، حاضر يا ديك، حاضر يا ديك، حاضر، اسماء سجلت اوكي، ديفيد سجل اوكي تمام، مين يا جماعه تاني لسه ما سجلش، باسم ايه اللي هو ايه اللي باسم ايه يا ايمان، استوريك ربنا يا رب، في لسه 7 انفيتيشن ما جبتوش، اسماء وديفيد بس هم اللي لايف معايا، عبد الله فين؟ عبد الله الدعوه باسم ايه؟ باسم كانفا انستراكشر، كانفا انستراكشر يا عبد الله، هتلاقيها في لو ما لقيتهاش في الانبوكس ممكن تلاقيها في مكان تاني، يعني ممكن تلاقيها مثلا في ميل دوت جوجل، يا ربي ميل دوت جوجل، ممكن تلاقيها في الصندوق، مش شرط تلاقيها في صندوق الانبوكس، يعني يا دكتور حنان وصحر مش دخلوا السيشن اصلا، بيسالوني بيسالوني، طب ما دخل يوم سيشن يا ريهام، معلش دخل يوم سيشن، اديهم الاي دي وخليكي ماشيه معاهم بالله، يا عبد الله ممكن ما تلاقيهاش في البرايمري، ممكن تلاقيها في الابديتس او في البروموشن، في واحده من الاثنين دول يعني، في الابديتس يا في البروموشن، مش شرط تلاقيها في البرايمري، مش وصلت الدعوه، حاضر اعمل انا ريسنت تاني، بعت تاني يا جماعه، الناس اللي مش وصلت في الكورسز هتلاقيها في الكورسز، ده لو انت كنت منظمها، تمام فاطمه اوكي اكسبتنس، كده في 6 فاطمه اكسبت، عبد الله لسه، سمر لسه، مروه لسه، عبد الله ايه؟
امري فريش لسه عبد الله ما جاتش الانفيتيشن. امري فريش عبد الله انا بعتها مرتين والله. طيب اللي اكسبت ضغط على اي رابط؟ طب الناس اللي اكسبت اللي هي زي فاطمه، يا فاطمه انا دخلت دلوقتي بحاول استوعب حنان. طيب يا حنان انت جاي متاخر، احنا متفقين على 9 مش على 9:30. عبد الله تمام. طيب اعمل فيش عندي، حد يساعد حنان يا جماعه بعد اذن حضرتك. حنان تعالي شات فيس تمام. حنان مع زهراء، حنان مع ريهام في الشات. توين تمام. سمر لسه 4 انفيتيشن. عبد الله تمام. اوكي بصمه لسه. ايه زهراء ازاي اعمل اجبل؟ طب يا جماعه ممكن الناس اللي عملت اكسبتنس تحكي لنا القصه دي. يا ديفيد، ديفيد عملت ايه؟ ايمان بس مش متاكده. ايمان لا تمام يا ايمان، تمام يا ايمان. ديفيد عملت ايه؟ ادخلي على الايميل. طيب يا سمر ادخلي على الايميل هتلاقي رابط، اضغطي عليه وهيجيب لك المفروض شاشه كده فيها بوكس اخضر، نضغط على اكسبت، على اكسبت بس. يعني في الايميل هتلاقي رابط اضغطي عليه وهيجيب لك زي صندوق صغير كده في كلمه اكسبت. جالي دعوه تمام جوه الانبوكس، جاني دعوه رساله باسم، اسم رساله ظهر كلام كتير اكسبت بعد ما ضغطت وفيديو ابدا 100 جنيه. تمام يا ايمان انت وصلتي كده، اثبت عندك لغايه لما اجي لك. تمام الحمد لله. مين يا جماعه لسه في انفيتيشنز؟ 2 متعلقين، سمر وبسمه تمام. الباقي كله مسجل الحمد لله. سمر وبسمه اكسبت ودوست تمام يا سمر. بسمه الرسالة الأولى مختلفة عن الثانية، تمام يا زهراء، تمام زهراء اكسبتنس، تمام، زهراء في الاكسبتنس، زهراء ما فيش، يا زهراء الرسالة الأولى مختلفة عن الثانية، تمام، بسمة، سمر طيب اعملي ريفرش للبراوزر تبعك يا سمر، يعني حاولي تعملي ريفرش للمتصفح وأنا أهو عملت ريسند مرة ثالثة، يعني ممكن تلاقي كده 3 رسائل عندك في الانبوكس يا سمر. ابقى شكلها ازاي؟ ابقى لو انا حاولت ابدل. طيب مفيش اكسبت اهو يا جماعه، هي بتبقى حاجه زي كده كورس انفيتيشن، الرساله بتبقى نصها زي النص ده يو هاف بين مش عارف ايه، فبتلاقي ضغط على كلمه جيت ستارت. ما في صوت، ماشي يا اسماء حاضر. بتبتدي ضغط على كلمه جيت ستارت دي، وبعد ما تضغط جيت ستارتد هيبتدي يعمل لك لودنج ويدخلك جوه الكورس. بس قبل ما يدخلك جوه الكورس هيجيب لك هنا نص صغير في كلمه اي اكسبت لونها اخضر، اضغط عليه وده معناه ان انت كده دخلت جوه السيشن، دخلت جوه الكورس. تمام يا سمر بصمه ولا لسه؟ ريفرش لسه بندنج يا سمر يا ابتسام، اصبر شوية يا فريندز، اصبر شوية، اصبر شوية يا إيمان، اهدي كده بالله، هم كانوا مستنيينك وأنت بتسألي. اسمع ماشي يا عبد الله، تمام يدخلني أكتب الإيميل بس فين الباص؟ يا بنتي الباص ده بتاعك أنت. اسمعي ماشي يعني الباص ده بتاعك أنت، اكتبي أنت الباص لسه بتعملي له كرييشن يعني. الباص ده أنت لسه بتعملي له كرييشن، فده بتاعك أنت، فاكتبيه لأول مرة ونفتكر. أضغط على أول لينك يا سمر، تمام كده. اضغطي على اول لينك هيجيبك للبتاع اللي احنا كنا واقفين فيها ديت، لو انت مشغله السكرين شير، لو مشغله دخلنا على حاجه، على حاجه ثانيه. لا لسه 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 يا 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 اسماء، لسه 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 يا اسماء، لسه في الاكسبتنس. يا ريت تبعت الاسماء الطلب ثاني، اسماء بس، اسماء اسماء بس اتجبلت يا زهراء، اسماء اتجبلت يا اسماء. مش ايميلك، مش ايميلك اللي انا واقف عليه دلوقتي ده. تمام يا اسماء اوكي تمام،
ايه الخطوه اللي بعد كده يا ايمان؟ استني شويه يا ايمان، حاضر اصبري يا بنتي. بيجيب جيت ستارت. تمام يا سمر، اضغطي عليها بالله، ما ده انا كنت بشرح فيه يا سمر، اضغطي عليها هاتيه كليك عليه، ما تسيبيهاش. بيك لك عليها سمر يا ابتسام. تمام، one invitation، سمر accepted، سمر تمام، النت فاصل. ازاي فصل يا بنتي والرسالة بتاعتك وصلت؟ كده مفيش غير ابتسام بس يا جماعة. زهراء يا ريهام، طيب ريهام مع حنان و يا زهراء مع بسمة يا زهراء معلش. طب ينفع اكمل بكرة؟ اتفضلي بسمة يا جماعة، بسمة يا زهراء، بسمة ريهام. ممكن ابتسام سمر. تمام يا تمام يا سمر، تمام انت كده اوكي. تمام بس باقي انفيتيشن واحدة كده طايرة مني بس. اوكي تمام، بسمة اكتيفيتد، الحمد لله الحمد لله. أريجاتو كوزايما، شكرا لكل الناس اللي سجلت معايا. تمام يا جماعة كده كل الناس سجلت، احنا بدأنا ايه. تمام جميل خالص كده، معانا سمر وفاطمه ومروه واسماء وديفيد. مستر اكس لاند ده اليوزر التجريبي بتاعي، ده عشان محدش يسال مين معانا في السيشن ده، بس ده الايميل بتاعي انا، وعبد الله وايمان وبسمه وانا عذرا كده انا، ومعانا ريهام وزهراء. دلوقتي يا جماعه اللي في السيشن كده، فينا نبدا السيشن بشكل كامل. في اول حاجه كده، الصوت واضح عند الناس؟ الصوت واضح؟ اكتب واحد معلش، انا هحاول اجيب مايك. تمام الحمد لله، الصوت واضح عن كل الناس يا ربي بيقطع. هتكلم بالراحه، اتكلم بالراحه. طيب بقيت يا جماعه بيكون الكونتنت مانجمنت سيستم اللي احنا راح نشتغل عليه، واحنا كده عملنا جوين للكورس بتاع جافا سكريبت. الكورس اسمه جافا سكريبت فاندمنتالز، وطبعا احنا مش هنشرح يعني ايه جافا سكريبت لان ده محتوى الكورس نفسه، احنا عايزين بس نشرح بيقطع. حاضر يا سمر. اللي احنا عايزينه بس النهارده اننا نبتدي نشرح اساسيات التعامل مع الواجهه دي. تمام كده حلو. ايه اللي ظهر قدام منينا كده؟ اللي ظهر قدام منينا المفروض، طيب انا هحاول اطلع من حسابي كانستراكتور، انا اسف، وادخل بحسابي كستودنت عادي علشان اشوف اللي انتم شايفينه. استنى لوجن ايدكو دريمز جوين كود. مين يا جماعه ده؟ مين ايدكو دريمز يا جماعه؟ في حد جوين جديد عين في سيشن 13؟ في واحد جديد، مين يا جماعة ده؟ ايدكو مين؟ طيب ايدكو مين حضرتك؟ حضرتك مين ايدكو؟ حنان دياب ولا مين؟ طيب يا ربي على كل، ابراهيم، ابراهيم حنان يا ابراهيم. اكتب الميل يا ابراهيم لو انت كنت سجلت، احنا كنا ماشيين يا ابراهيم انت متأخر شوية. طب انت سجلت يا ابراهيم؟ سجلت؟ لسه. طيب سجل يا ابراهيم في في على الرابط ده، هبعت لك الرابط دلوقتي في الشات بوكس، سجل واحنا مستنيك. زهراء، ريهام، ابراهيم بالله بعد اذن حضرتك. اللهم خير. الواجهه اللي قدام منينا ديت يا جماعه الخير، انا طلعت من حسابي كانستراكتور ودخلت حسابي كستودنت عادي. الشات بوكس بعيد عليا شويه، فبالله شكرا يا زهراء، ربنا يبارك فيك يا رب. فاول حاجه بتكون عباره عن الشاشه الافتتاحيه، وبالمناسبه الشاشه دي مش شرط تكون ثابته في الغالب، اذا انت ممكن تلاقيها، ممكن تلاقيها يعني ايه بتتغير كل يوم او كده.
الشباب مش قصتنا شاشة جيم، قصتي بس انك ممكن تلاقي في لهم حاجة تانية. يا جماعة من على البار اللي على الشمال، شايف كلمة announcement دي؟ اللي شايف كلمة announcement يضغط على رقم واحد في التشات بوكس. ليلة واحد بس مع واحد حد عبد الله واحد حد سامع تمام؟ ريهان تمام حد تمام. شكرا جميعا لكم يا شباب، وبمنتهى البساطة فيني نقدر نقول ان الانونسمنت ستيت هي عبارة عن الديسكارد عن البورد اللوحة اللي فيها يتم الاعلان عن اي حاجة. يعني انا طبعا مش هعمل اعلان على الحلقات، بس لو في موضوع جلال مهم زي مناقشة مشروع او مثلا هنبتدي نعمل ورشة عمل او طالبين مقابلة يعني حاجة اونلاين، هنبتدي نعلن عن سيشن تاني بنرحب بالناس، ديت بتكون الانونسمنت. في الانونسمنت ديت البورد اللي فيها راح يتم مشاركة الاعلانات، متفقين؟ يعني انت لو فتحتها كده هتلاقي فيه زي ترحيب، والترحيب ده هتلاقي الانستراكتور في رجل الشاب بيقول لك اهلا بحضرتك وكل سنه حضرتك طيب ويا رب تكون بخير والامور تمام و100 100 وتمام وزي الفل والقصه كده. سيادتك ممكن من تحت كده تعمل ريبلاي بالمناسبه، يعني ممكن فيك لو انت عايز تجرب تعمل ريبلاي، يعني كليك كده واكتب مثلا اي شيء واعمل بوست ريبلاي لو حضرتك عايز تجرب. تمام، معانا تقريبا دقيقتين علشان نعمل ريبلاي، لو عايز تجرب بعد دقيقتين هنروح لنقطه ثانيه. حد مع اي سؤال يا جماعه خلال الدقيقتين دولت ممكن يكتبه في الشات بوكس، لو حد مع اي سؤال خلال الدقيقتين دولت يكتبه في الشات بوكس. من تاني الانونسمنت ديت المساحه اللي فيها هيحصل ان احنا راح نعلن عن اي موضوع مهم وجديد، تمام؟ طبعا مش هيحصل اعلان عن الحلقات لان الحلقات يعني هنعلن عنها بشكل اسبوعي. يعني ابراهيم زهراء معاك يا ابراهيم. وصلت لفين يا ابراهيم؟ ابراهيم ممكن تجيب بالايميل بتاعك طيب اللي انت سجلت بيه في كينفا انستراكشر عشان ابعت لك دعوه؟ ممكن تجيب الميل اللي انت سجلت بيه علشان ابعت لك دعوه؟ يا ابراهيم غلط. زهراء بوست، عبد الله بوست، فاطمة بوست، تمام. ماشي يا ابراهيم على مهلك، بعد ما تخلص بالله اديني الميل، اديني الميل، وزهراء معاك اهي، تمام يا زهراء، ربنا يبارك فيك يا رب يا زهراء. يا ام حبيبي. استرك الباري يا رب. تمام، اخواننا اللي جربوا 43 ايه معايا 42 43، تمام اوكي. فينا ندخل على الجانب الثاني. بعدهم بتلاقي حاجة اسمها assignment. حاجة اسمها ايه؟ assignment. سجنة فيني نضغط على لو انا بصيت سواني حاضر يا اسمع سواني معاك. طب دلوقتي 43 هنستنى دقيقتين يا جماعة، دقيقتين يعني هنبدأ على 45 علشان هنكمل كلامنا على 45، تمام يا جماعة؟ معاكم اهو، معاكم دقيقتين كاملين نبدأ كلامنا على 45، اكون انا عملت حاجة تانية. اسمع يا عبد الله، الله يذكرك يا عبد الله، اسمع يا عبد الله الفيديو اللي انت عايزه. عليه 44 ميجا دقيقه البيت بيتك يا عبد الله. ماشي يا يعني. أكيد البيت بيتك يا عبد الله. أنا رجعت منكم والصوت بيقطع، طب فين يا أسماء؟ طيب هو إحنا وإحنا كنا موجودين في الـ في الـ في الكورسس وبنحاول نشرح الوجه يا أسماء. أنا وجعت جدا، مين بي سي ده؟
مين بي سي اللي داخل؟ طيب بي سي ده مين؟ تمام بي سي ده مين؟ صحب اعلان يا صحب. طب ايه الكلام؟ حضرتك فين بالظبط يعني؟ او واجع فين يعني مثلا؟ ادخلي فين؟ طب نمشي مع مستر زهراء يا ريهام. معلش need your hand in here بعد اذن حضرتك. تبقى اسمع الفيديو طيب. طيب حاضر ماشي 46 اخذنا دقيقه كمان زياده. طيب يا جماعه الخير بالمناسبه انا عملت تشينج، عملت تغيير كده شويه. طيب بعدهم احنا كنا بنتكلم عن كلمه انونسمنت. تمام عن انونسمنت يا جماعه احنا في السيشن. طيب ما بينه وما بين يعني علشان بس السيشن ما احنا كده دخلنا في ساعه اهو علشان بس الوقت ما يطولش وانا في الرندر يطلع عيني كده. المفروض اني عملت شويه تغييرات في اعلانات تحتهم بيجي في حاجه اسمها السيليبس. لو حضرتك بصيت على السيليبس المفروض ده يكون فيه الكونتنت بتاع الجافا سكريبت تبعنا يعني المحتوى اللي احنا ايه ان شاء الله باذن الله ناويين نشتغلوا عليه. بس هو ايه هكتب لك اللينك ماشي. بس هو السيليبس ده فيه زي مجموعه الافكار اللي هي هتمشيك ان شاء الله باذن الله على الكورس ده. تمام يا جماعه ده بالنسبه ليه السيلبس اللي داخله بالمحتوى. طيب الجانب اللي تحت السيلبس بيكون عباره عن حاجه اسمها اساينمنتس. اساينمنتس ديت اللي وصل لاساينمنتس يا جماعه يضغط رقم واحد. حلو بسم الله ما شاء الله عليك. تمام جميل جدا. assignments طبعا من اسمها يعني هي عباره عن التكليفات ولل انا اسف من زمان يا فاطمة انا اسف والله ربنا يسترك يا رب. دايما اهلك من يومك اهل كرم يا بنت. طيب يسترك الباري يا رب. لو انا ضغطت على اي هو انت هتلاقي في الغالب يعني الاساينمنت ديت البانر اللي بيحصل فيه تكليفات مش على البانر. حاضر البانر اللي بيحصل في تسليم التكليفات. فمثلا ضغطت على اول تكليف على اول جزئيه في اول اساينمنت هتلاقي مثلا السؤال اشرح باختصار قاعده الثلاث طبقات في المتصفح اللي دي بتاع اول حلقه وحاول توضح لغات البرمجه او السكريبتنج اللي ممكن تشتغل على اللاير دي. تمام هو صاحبنا ده يعني عمل سلم سبميت يعني عمل سبميت انا ممكن اعمل ري سبميت. فانت بالتالي لو انا عملت ري سبميت عايز اقول لك اللي ده هيحصل ايه يعني هتلاقي مثلا صندوق النص ده تكتب فيه الحاجه اللي انت عايزها ولو انت عايز تكتب كومنت عليه وبعدين تضغط على سبميت للاساينمنت بس إيه وساعتها تبدا انت سلمت التكليف بتاعك وتستنى بقى ايه تستنى التقييم بتاعك بالراحه الصوت بيقطع. حاضر يا اسماء بعد ما تسلم الاساينمنت استنى ايه استنى التقييم بتاعه يعني هنا الانستراكتور اداني 10 نقط والنوع الارسال كان ملف تكست. في الغالب انت هيطلب منك الانستراكتور انك يا تبعت مثلا لينك يا ترفع مثلا ملف ترفع صوره حاجات زي كده يعني. خير يا ريهام؟ حاضر يا اسمع بالراحه. حاضر واضحه الاساينمنتات دي؟ هات كود الجوي. لا ما تديني انت الايميل اللي سجلت بيه حنان وانا ابعت لها. اديني الميل يا ريهام اديني الميل بتاع حنان ابراهيم اديني الميل بتاعك اللي انت سجلت بيه ومين سحر سحر معلش اديني الميل بتاعك اللي سجلت بيه علشان نقبلوك يا سحر. يا رب ماشي يا جماعه معلش مستأذنكم بس يعني علشان اخواننا اللي داخلين متاخر دول بي سي يا صح الميل بتاعك يا صح الميل يا صح
الميل اللي انت سجلت بيه صح؟ حنان وابراهيم. تمام يا جماعه تمام، انا داخل من حسابي كانستراكتور عشان ابعت لهم رسائل. انا اسف يا جماعه انا اسف. حنان وابراهيم. طيب صح، فين الميل يا ماما؟ صح حبيبي فين الميل؟ سامعني؟ طيب يا رب تكنولوجيات ابراهيم. بس يا جماعه انتوا متاكدين ان انتوا سجلتوا يا جماعه؟ طب يا ابراهيم انت سجلت يا ابراهيم؟ عشان بيقول لي انت مش مسجل كده. بس ليه الخطوه ديت ما بتحصلش غير لما يكون انت نجحت في التسجيل كده؟ الايميلين دول يا جماعه لسه مسجلوش، ديفيد بيغير في البروفايل. والله يا ديفيد انت رائع يا ابراهيم، بالله اتاكد انك سجلت بشكل سليم. حنان الكود غير صحيح، يعني ما سجلتش انا، ما كتبتش كود. يعني انت المفروض تسجلي بس. يا حنان يا دكتور طالب الكود قبل ما اسجل. ما في كود يا ابراهيم، انا اساسا ما عملتش كود والله يا جماعه. الناس سجلت من غير اكواد يا ابراهيم، انا ما عملتش لوجن حتى. الكورس مفتوح اصلي. طب انت سجلت في الموقع مش في الكورس؟ سجلت في الموقع يا ابراهيم؟ في الموقع عملت حساب يعني كتيتشر؟ ها او لا يا ابراهيم؟ نفس السؤال اللي حنان، لا يكونوا دخلوا من ستيودنت. ها ممكن يكونوا من ستيودنت ربما، بس انا برضو ما مش عامل الكورس كده كده. بعت دعاوي للايميل، ممكن ناس يا جماعه تراجع او حتى مفيش ما بعتش. صح يا ابراهيم، ستيودنت يا ابراهيم. طيب ليه كده؟ طب معلش يا ابراهيم لو معاك ميل تاني حنان ستيودنت برضو يا ابويا. طب يا جماعه الخير، حاضر حاضر كده المفروض اني ماشي ماشي ماشي. اطلع انا من حسابي. حاضر يا حاضر، ادخل كانستراكتور. انا اسف والله يا جماعه معلش. الناس اللي في الخلفيه اكيد طبعا اخذت جوله واخذت باع. فين طيب الايميل الاولاني؟ ميل ابراهيم. نكست. ابراهيم. نكست. اليوزر. هيا ابراهيم، شوف كده بالله راجع مرة تانية معلش. سمر تمام، ماشي يا سمر، اوكي. تمام يا سمر، ما في مشكلة. يا جماعة سمر بتقول لكم أنا عملت حساب ستودنت واشتغل. أنا بعت الإيميل اسمه تكنوس تكنو أو يا حنان كده تقريبا بعت لك ميل، بعت لك انفيتيشن على الميل. بعد إذن حضرتك راجع الميل تبعك. لا يا إبراهيم مريم لحظة، أبعت لك الإيميل. أبعت لك تاني يا إبراهيم الانفيتيشن. كليك إبراهيم. أنا آسف للجماعة اللي في الخلفية، معلش يا جماعة أنا آسف جدا والله. أبيوزر إيه مش سامع حنان؟
راجع الميل اللي انت سجلت بيه كده، هتلاقي فيه دعوه الميل اللي حضرتك سجلت بيه راجعيه، يعني اضغط افتحيه تاني. لو كان ميل جوجل انت مسجله بجيميل يا حنان صح، افتحيه كده هتلاقي فيه دعوه، حاجه اسمها انفيتيشن، حاجه زي كده، كورس اسمها كورس انفيتيشن، نفس اللي انت شايفاه عندي في الشاشه، اضغطي عليها. طيب يا ربي هرجع انا لجامعتي تاني، انا اسف يا جامعه الخير، انا اسف مره تانية بالله. بعد ما شرحتهم نزلت على حاجه اسمها سيليبس، وسيليبس ده المفروض يكون المقرر تلخيصا للسيليبس بتاعنا، والسيليبس بتاعنا لحسن الحظ هيمشي على اسابيع، يعني احنا مش هنمشي حلقات، احنا هنمشي حلقات بس هيبقى مثلا على اسابيع، ممكن اسبوع يكون في مثلا 10 حلقات، اسبوع يكون في 20 12 15 وكده، فاحنا هنمشي على ايه، على حلقات. طيب اوكي، ده بالنسبه للسيلبس المقرر العام، حتى بنسمعها كده عباره عن سيلبس. الجانب الثاني احنا شرحنا الانونسمنت وشرحنا الاساينمنت، تمام كده يا جماعه؟ اوكي بالله انا من شويه كنت، لو انت عملت ريفرش للصفحه كنت هتلاقي ان انا ضفت حاجه اسمها موديولز، تمام؟ طبعا هي الموديولز اللي هي المفروض فين الكونتنت، يعني انت بتضحك علينا ولا ايه؟ الموديولز ديت هي يا جماعه المحتوى اللي الحمد لله نشكر فريق الصف الاشراف العام هو اللي ساعدنا في الجانب ده. هنا هتلاقي يا جماعه الحلقات، بص بقى يا سيدي، هتلاقي مثلا حاجات زي الاسبوع الاول، وده بيكون اول موديول معانا زهراء، لما ندخل على حاجه ثانيه اكتبيها لان الصوت بيك اب. حاضر يا اسماء، بواي يا اسماء، هتلاقي السيشن متسجل، فايه ممكن تتفرجي على يوتيوب، فايه تلاقي الامور اتحلت. ماشي يا زهراء، انت منك يا زهراء، حاولي تشوفي اسماء عايزه ايه بالله. طيب فبتلاقي مثلا الليكتشر المحاضره يا جماعه اسمها مثلا 01، هتلاقي جوه منها حاجتين، عبد الله تمام معايا، ديفيد، فاطمه، سمر، تمام. جميل، مثلا هتلاقي كل بتاع يعني عنوان الحلقه بس، ما تمام حلو جميل، شكرا يا ابتسام. لو انت ضغطت مثلا على اول حلقه وقت جافا سكريبت هتلاقي مكتوب عليه ليسون، اصل انا عندي حاجتين يا زهراء، كل يروح على الموديل يا جماعه، تمام كده زهراء، احنا في المودلز يا شباب، في المودلز هتوديك على البيجز كده كده، تمام. الموديول ده هو عباره عن كل الموديول، تمام. لو انت في البيجز هتلاقي انك موجود في اول حلقه، الحلقه هتكون عباره عن فيديو يوتيوب، طبعا من البار الجميل خلاص، انت لو ضغطت على الهايد الكورس نافيجيشن هتلاقي ان الحاجه اللي جايه ستريتش معاك، فممكن تضغط عليها. وتحاول تسمعها، حلو كده؟ بعد ما تخلص حضرتك مالكش دخل بالكنترول من تحت ده، بتلاقي فيه الكنترول من تحت نيكست. نيكست ده المسار الاسلم للانتقال، لانه بيوديك على مين؟ على الدسكشن، يعني ايه؟ لو انت ضغطت نيكست هيوديك على الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ ساحه النقاش بتاعت الحلقه الثانيه. يبقى ايه؟ يبقى كل الدرس او كل درس يا جماعه ليه حاجتين اثنين، تمام كده؟ ليه حاجه اسمها موديول، ليه حاجه اسمها ليسون، اهو انا هتلاقيني حتى رحت في الدسكشن كده بشكل مباشر، تمام. ارجع مره ثانيه للموديول عشان اشرح المفهوم. يعني كل محاضرة ده عبارة عن هذا، سيبك منه خالص، ده بيقول لك بس ان انت في المحاضرة رقم واحد، في المحاضرة رقم واحد في ايه؟ في عبارة عن حاجتين، الدرس والدسكشن. الدرس ده هو محتوى الحلقة فيديو، والدسكشن ده بيكون عبارة عن ساحة النقاش اللي فيها انا آمل واتمنى وانتظر بفارغ الصبر ان الناس تسأل سؤال هي مش فاهماه في اللي فات، اللي هو محتوى الحلقة. يعني انت سمعت وات از جافا سكريبت، عندك سؤال 2 3 4 5 اكتبهم كده واسالهم، وانت بتسمع الحلقه اكتبهم على ورقه مثلا واسالهم في الدسكشن. مكسل ما تسالهم حبيبي، ممكن تروح على ساوند كلاود تسجل الشاشه تثبت. حاضر يا عبد الله، حاضر كده كويس، انا في موجود في الموديل، تمام يا عبد الله حلو. وبقول اني يا جماعه عندي في كل حلقه حاجتين، تمام كده. الحلقه الحاجه الاولانيه بتكون عباره عن ليسون، اللي بينتهي في اخره كلمه ليسون ده عباره عن الدرس اللي هو هيشرح، اللي هو ايه ملف الفيديو يعني. الحاجه الثانيه بتكون عباره عن الدسكشن، ده هو عباره عن ايه ملف ساحه النقاش اللي فيه لو حد معاه سؤال عايز يسالهوني او يساله الفريق الاشراف العام، عنده مشكله في تكليف الكلام، اللي عنده مشكله في الحلقه دي يقول يكتب في الدسكشن بتاع الحلقه دي. فبالتالي انت هتلاقي في كل حلقه ايه؟ هتلاقي فيه ليسون ودسكشن، يعني هو حتى في الدرس الاولاني هتلاقي ليسون ودسكشن، في الدرس الثاني هتلاقي لسه هو دسكشن،
في الدرس الثالث الرابع الخامس السادس لغايه لما توصل لاخر حلقه اللي هي بتكون عباره عن الحلقه 13، ودول مضمون حلقات الاسبوع الاول 13 حلقه، وان شاء الله باذن الله الحلقه ال 14 هتيجي النهارده يا بكره بالكثير خالص ان شاء الله باذن الله، وهتلاقيها موجوده معاك. تمام كده؟ ده بالنسبه للموديول لسه بنشرح فيها اللي هي ايه دي. طب يا اسماء حنان الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه، جميل يسترك الباقي يا رب. الناس كل درس فيه ديسكشن. طيب الناس يا جماعه الناس ماشيه معايا الناس ماشيه معايا اللي ماشي معايا وما تهش مني يضغط واحد، اللي تاه مني يكتب اثنين عشان نشوف هو تاه في ايه بالظبط. صمد تمام، مروه تمام، صفاء تمام، عبد الله تمام، بيدي تمام، حنان تمام، رايت بسم الله ما شاء الله. شيماء فين يا جماعه؟ ريهام تمام، اسماء تمام، شيماء راحت فين؟ شيماء وايمان فين؟ منطلق برصشه اثنين اثنين اثنين. يا اسماء يا اسماء احنا لسه ما كتبناش حاجه يا اسماء. خير خير فاطمه جهازها علي فاطمه اوت ماشي بيقول استنى مش استنى ايه بس حاضر. ايه المشكله طيب عندك يا اسماء؟ بيقول لك زهراء انا معاك اهو. قبل ما ندخل على انا اسف يا جماعه معلش في حد معاه مشكله. المشكله يا اسماء باقي كتير تاني يا جماعه انا اسف بعد اذنك. اسماء معاها مشكله. خير يا اسماء؟ الصوت بيروح في النص. ما هو المشكله الصوت كونكشن بالانترنت يعدي يعدي. هسيبك من مساله الصوت يعني خليكي ايه اللي تحاولي تسمعيه معانا يعني الانترنت عندك يا اسماء. بتقول لك زهراء كان عملت برومو يا دكتور. المشكله في ان لو عملت برومو الناس هتبتدي في ناس كتير جدا بعد ما بعمل برومو بتقول لي انا دخلت الكورس وسجلت وتقول لي عايزه ريجستريشن كود والكلام ده، وانا اساسا بكون قفلت وارشفت الكورسات خالص. فبعد ما الكورس بيخلص الناس بتقول لي عايز الاكتيفيشن كود يا ريهام. كود ايه بالظبط؟ انا خلصت يعني انا كنت بعمل الكورس ده للناس دول وخلاص خلصت خلصت الكورس يعني خلصت الكورس ده بعمل حاجه ثانيه. انت بقى عايز تتفرج على الحلقات تتفرج على الحلقات من اليوتيوب، انما البرومو هيبقى جزء من الحلقات على اليوتيوب يا ريهام. فديت المشكله اللي انا كنت واجه فيها. كل كورس بعمله في برومو الناس بتقول لي فين يا عم الاكتيفيشن كود وفين الكلام ده. بس وصلنا لحاجه بعد الموديول. حاجه بعد الموديول. لا احنا كنا في الموديول يا اسماء واحنا لسه واقفين في الموديول يا اسماء. بتقول لك لا او احنا لسه واقفين في الموديول على راي من كلام عبد الله بنقول نسبه هم. تمام يا اسماء. يبقى بنلخص مره ثانيه يا جماعه. الموديول ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن كل الموديولات بتاعتنا. الموديولات بتاعتنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاسابيع اللي احنا راح ندرس فيها. تمام كده؟ واحنا هنمشي بالحلقات اسبوع اسبوع. تمام كده؟ يعني كل موديول هتلاقيه مكتوب مثلا ويك نمبر 01 ده في كمان في 13 حلقه. الموديول الثاني هتلاقيه الموديول ده معناها عباره عن وحده، يا اما وحده زمن يا اما وحده محتوى، فاحنا خليناها وحده زمن وبنمشي بالاسابيع. الاسبوع الاولاني في 13 محاضره، تمام؟ او في 14 تظهر، المحاضره ال 14 اللي هي اخر محاضره في الاسبوع ده او 15 هتكون ان شاء الله باذن الله ايه؟ يا النهارده يا بكره. حلو كده؟ كنا بنقول ان كل ان جوه الموديول ده متقسم لايه؟ متقسم لدروس. كل محاضره فيها ثلاث حاجات، فيها هيدر من فوق مكتوب عليها اسم المحاضره، وفيها حاجه اسمها الدرس اللي هو ملف. يا دكتور عندي 12 بس 12 بس يا عبد الله 12 هم يا عبد الله لسه 12. تمام تمام كده يا عبد الله انت صح لسه باقي اثنين انا هحاول انشرهم. تمام يا زهره تمام يا عبد الله اوكي فهضغط تمام يا ديبي فانا هضغط على ليسون واحد لو انا عايز اشوف. تمام كده الليسون واحد دي عباره عن خليني اضغط عليه. لما بضغط على ليسون واحد مثلا اوتوماتيك بيوديني على حاجه اسمها بيجز صفحه البيجز لان الليسون واحد عباره عن بيج عباره عن صفحه. حلو كده ماشي. فانا هسمع الفيديو هنا بس بعد ما بطوي البار ده علشان اخد المساحه بتاعت الفيديو كلها وهسمع الفيديو وابتدي اروح على ايه؟ على نيكست. تمام كده؟ اضغط على ايه؟ على نيكست. الناس ضغطت على نيكست. اللي ضغط على نيكست يا جماعه يجي ضغط واحد 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 سامعك يا بنت. عبد الله تمام جميل زهراء وريهام حلو ممتاز شكرا ربنا يبارك الباري فيكم يا رب. فاطمة فين؟ حنان تمام؟ سمر فين؟ سمر فين؟
مروة مصطفى فيه إبراهيم اعتبر واحد اعتبر واحد حاضر يا فاكر. طيب بعد ما ضغطنا يا جماعة سايفين الديسكشن ديت ساحة نقاش، ممكن حد يكتب سؤال لو حد يا ريهام ريهام معلش ممكن تكتبي سؤال يا ريهام توريت على ممكن تكتبي سؤال بخصوص الحلقة الأولى أنت مش فاهمة ريهام هتحاول تكتب سؤال ممكن نكتب سؤال يا ريهام مثلا بروغة ديت يا ريهام بروغة ما تقلقيش أنا هحذفه إن شاء الله تمام والناس عارفة أنا هحذفه ليه أنا بنعمل بروغة تمام ممكن حضرتك تكتبي سؤال وتدينا اي سؤال يعني اكتبي سؤال يعني ايه جافا سكريبت مثلا اي سؤال يا خيري اسماء معاكي انا معاكي كلنا يا اسماء معاكي ربنا يا اسماء زهراء ها زهراء معاكي اسماء اسماء معاكي زهراء انا عملتي كومنت يا ريهام ريهام عملتي كومنت احنا في ديسكشن تمام كده لحظه يا بنت تمام عملتي انستراكتور في التوتوريال ده في الديسكشن بتاع الدرس الاول احنا تجريبي يا ريهام بالشرط يعني تجريبي يعني زي ما بتقول لك زهراء تستك لحظة ازاي صح يعني خليك معانا الخير يا عم عبد الله البنت كانت بتقول لك من شويه البيت بيتك فهتجيب لك شاي يعني هتيجي على ريان بعدين ريان فرشت معاها الارضيه دي كلها خلصي يا بنت يعني واضح ان هما بيحبوك يعني تمام يا اسماء شكرا تمام يا جماعه انستراكتور بنرد على الناس مسنجر يا جماعة بالراحة على ريهام يا جماعة دي فريق الإشراف ريهام وزهراء يا جماعة عندي خط أحمر هيستوريك الفاريو تمام ريهام يا جماعة عملت يعني جافا سكريبت وأنا هحاول أرد عليها مثلا برد برضه تجريبي ديت إنها عبارة عن سكريبتنج لانجوج لغة سكريبتنج وهخلص القصة ديت بوست تريبل انا ديفيد نزل سؤال ديفيد نزل سؤال ريفرش ريلود لودينج ريبلايز تمام كده لغة سكريبتنج تمام جميل خالص شكرا يا ديفيد كاتب برضو وقت الجافا سكريبت ادينا بس باخد الايحاء يا جماعه باني لما انت تيجي تعمل ريبلاي على مثلا لما انا عملت ريبلاي على ريهام بيجي البوكس بتاع ريهام هي ستاند الون اما البوكس بتاع ديفيد ده لوحده عشان لسه ما حدش عمل ريبلاي على ديفيد فاهمني فكل بوكس بيتحمل له ريبلاي فايه مع نفسه فممكن حد يعمل ريبلاي على الكومنت بتاعي انا تمام كده فانا هفضل اعمل ليستنج بقى في الريبلايات لغايه لما ايه تمام كده يا جماعه شكرا ربنا يبارك فيكم شكرا يا ديفيد شكرا يا ريهام ده بالنسبة لي كده قيمة هوم وقيمة سيليبس وقيمة موديل وقيمة انونسمنت وقيمة اساينمنت وقيمة ديسكشنز من مرة تانية يا جماعة انا ممكن اشيل الديسكشنز لو انتم مش عايزينه انا ممكن اشيله انا ممكن اشيل لك الديسكشنز والبيج هشيلهم حاضر ده عبارة عن كل النقاشات اللي دارت في كل الحلقات لو انت مش عايزها انا هشيلها حاضر انا هشيلها والجانب التاني بيكون عبارة عن البيجز تمام كده انا حاليا دلوقتي اسماء في البيجز ديت هو طبعا اللي ظاهر لي الصفحه اللي هي في الفرونت الاولانيه بس عندي فيو اول بيجز اسماء هاي اسماء ايه سؤالك انا نزلت على بيجز يا اسماء
انا في بيجز يا اسماء، انا في بيجز، بيج في الصفحات يا باريو. تمام، لو انت عملت فيو اول بيجز تمام هتشوف كل الصفحات، فبالتالي هتشوف ايه؟ هتشوف كل الدوكس بيجز زهراء بيقول لك في البيجز. تمام كده، فكل بيج معايا بايه يا جماعه؟ معايا في صفحه، بس هي الفرونت بس اللي بتكون عباره عن ايه؟ اللي في الاماميه. فدول عباره عن ايه؟ عباره عن 13 درس او 12 درس ب 12 صفحه. حلو الكلام كده؟ لو عايزه اسال لو عايزه تسالي يا صنم هتروحي على، طيب لو هرجع لموديول ثاني ممتاز كده، حلو كده، ايوه انت راكب يبقى لي بلاك. لو عايزه اسال هتسالي مثلا فين يا سمر؟ في الحلقه الاولى، في الحلقه الاولى. حلو كده، فهنروح على مثلا على اول على الدسكشن بتاع الحلقه الاولى. تمام كده، ده لو انا معايا سؤال في الاول كده شايفه ريبلاي، ايوه ريبلاي اللي انت بتشاور الريبلاي اللي فوق ديت يا سمر هي اللي بسال فيها سؤال للانستراكتور. تمام كده، هكتب مثلا، هكتب انا سؤال معنى ايه جافا، انا هكتب، انا بكتب بالعاميه هي جافا دي، هي جافا سكريبت، واعمل علامه مش عارف مين، وممكن ابقى انسق والكلام ده. ممكن لو معايا ملف اتاتش من تحت اعمله لو انا عايز، وممكن كمان ادخل عليه بتاع اتش تي ام ال بس بلاش، واكبر بقى واعمل حذف النص واخلي الخط مثلا 18 وابتدي اعمل بوست ريبلاي. تمام يا صمد كده، انا بسال سؤال للانستراكتور، هو بيحاول يمسيه، يبقى انا معايا سؤال عايزه اساله للانستراكتور. طب انا لو معايا اجابه عايز اجاوب على ديفيد، على سؤال ديفيد انا عارف انا عايز اعمل مشاركه على سؤال ديفيد، فارد على ديفيد بريبلاي يا صمد. وصلت كده يا صمد؟ لو تمام اضغطي واحد بالله بعد اذنك. فاطمه واحد ولا سيارة سينيوريتا سمر. تمام جميل كده، انا تمام يا سمر. اوكي كده انا خلصت من موضوع الديسكشنز والاساينمنتس والانونسمنت. في الجريدز يا جماعه بتلاقي تقييمك، بتلاقي التقييمات بتاع الحلقات تبعك. تمام، يعني هو بص بيقول لك يا ريس هو انت عندك كده سبع تكليفات انت لسه ما عملتهمش. تمام، هو ازاي سبعه وهم اساسا عباره عن 12 حلقه؟ لا ده انا لسه ما نشرتش يعني بقيه الحلقه، بقيه التكليفات بتاعت بقيه الحلقات، بس ما تقلقش يعني هو كل حلقه ليها صفحه وليها ديسكشن وليها تكليف. فانا مثلا سلمت التكليف الاولاني بتاع جافا سكريبت اخدت فيه 10 من كام؟ من 10. معايا مين؟ معايا بقيه الحلقات جريدز، جريدز كده احنا كده في جريدز يا اسماء. تمام كده؟ فمعايا الباقي يعني. فانا لو عايز اشوف التكليف بتاع الحلقه دي خليني اروح عليها، فهضغط عليها كده انا عايز اروح للاساينمنت بتاع الحلقه دي بس، وبيقول لي دي الحاجات اللي انا سلمتها، يعني الاساينمنت تخصني انا، فبالتالي هو مش هيعرض عليا التكليف يعني. فاهمني يعني؟ طب هو فين التكليف يعني؟ هو فين السؤال اقصد؟ نو سبمشنز، انا ما عملتش حاجه. انا لو عايز اشوف التكليف هروح ارجع على الاساينمنت الثاني واشوف التكليف بتاعي فين. مثلا في التكليف في الحلقه الثانيه بيقول لي السؤال وضح باختصار الفرق بين الجافا سكريبت والجافا في صندوق النص اللي هو موجود تحت. فين صندوق النص ده؟ انت عشان تنشط صندوق النص كل اللي انت محتاجه انك تضغط على ايه؟ على سبميت اساينمنت. بعد ما تضغط سبميت اساينمنت تلاقي الصندوق ده يتظهر معاك، اكتب النص اللي انت عايزه واعمل سبميت الاساينمنت، وما تنسى انك ممكن تعمل كومنت هنا. حلو كده؟ اللي يا جماعه عنده مشكله في موضوع الاساينمنت، طيب اللي فهمني معلش اللي فهمني اكتب رقم واحد. عبد الله تمام، اشكرك الباقي يا رب. ديفيد تمام، اسماء تمام، اوكي ريهام اشكرك، سام تمام، سمر واحد حلو، مروه صفاء فين؟ مروه صفاء، ابراهيم راح فين يا جماعه؟ وإيمان رو واحد ماشي مش مشكلة. ده بالنسبة للأساينمنت. طيب يعني أنا أعمل ليف طبعا عشان أنا ما مش عايز أعمل يعني في أساينمنت ده إيه بالظبط؟ ده التكليفات. حلو كده؟ طب جريدز ديت مش ما جاش من وقت المشكلة. حاضر يا زهرة تمام، يبقى جريدز تمام يا مروة، شكرا يا مروة صباح. جريدز ديت قصتها إنها مش قصة تكليفات، هي بس بتوريك درجتك يعني، وتوريك لو كان في تعليق على الكومنت، ولا لو الانستراكتور عايز يقول لك في حاجه على الاساينمنت بتاعك خد بالك في كود ناقص يعني كده حاجه زي كده. فديت القصه بتاعت ايه؟ ديت القصه بتاعت الجريدز. ربنا يستركم يا رب.
طبعا انت ممكن تطبع والكلام ده، بس ايه احنا مش قصتنا ديت دلوقتي. هنزل تحت على بيبول، على بيبول، وفي بيبول هتلاقي طبعا لائحة الناس والناس والرولز بتاعتهم. انت بتلاقي مثلا الرولز بتاع مثلا ريهام واخد صلاحية تيتشر، بتلاقي علي واخد صلاحية تيتشر، بتلاقي انستراكتور زهراء واخد صلاحية تيتشر، والباقي هتلاقيهم في الغالب ستودنت. لو حبينا نمنتج على صلاحيات الناس، يعني ذات الرولز بتاع الناس، لو انا احتجت اني ارجي صلاحيات الناس هحاول ارجيها، لو انت احتجت انك ترجي صلاحيات حد في الكورس بتاعك انت بتحاول ترجيه. في الجروبز ده موضوع ان شاء الله باذن الله هنحاول نعمله، بس متاخر شويه مش دلوقتي. هنحاول نجمع الناس مجموعات عشان ايه نشتغل في مشروع على ايه على واحده واحده، بس الكلام ده لازم يحصل في الكونفرنس، لازم نحتاج كولابوريشن. تمام كده، جميل. فده بالنسبه لي البيبل. إيه اللي مش فاهم بيبول يضغط، او يا جماعه اللي فاهم بيبول يضغط رقم واحد. تمام فاطمه، بيبول عبد الله، انا تعبتكم رقم واحد. شكرا يا زهراء، شكرا يا ريهام، شكرا يا سمر، شكرا عبد الله، شكرا يا فاطمه، شكرا. لا طيب من تاني يا صفاء، مروه صفاء. هو انا بيبول ديت القائمه اللي بيظهر لي فيها كل الناس؟ لا مش فاهم. تمام حاضر، اللي بيظهر لي فيها كل الناس. تمام كده، كده معايا واحد بس هو اللي ديت فيها بيظهر الناس وصلاحياتهم. يعني ايه؟ يعني مثلا هيظهر التيتشرز بتوع الكورس، بتلاقي مثلا علي فاروق او علي نجار ده التيتشر، وريهام مثلا واخده صلاحيات تيتشر، والباقي بيكون عباره عن ستودنت. وهنا الكورس، السيشن بتاع الكورس، انا بشوف الناس اللي في الكورس كله. تمام، لكن انا لما باجي اعمل كورس بقدر من بيبول اني امنتج على صلاحيات الناس. وده اللي هو ايه هتشوفيه لما تيجي تعملي الكورس بتاعك انت يا صفاء يا مروه. فهماني؟ ديت القصه اللي انا عايز اقولها لحضرتك. بس هنا دولت الناس اللي موجودين مع حضرتك في السيشن، فلما بنيجي نشكل مجموعات عمل هناخده منهم، فعشان ما نستغربوش. يعني لو حابين نبعت رساله شخصيه لحد، يعني لو حضرتك عايزه تكلمي سمر فتضغطي على سمر عشان تبعتي لها الرساله من هنا. عارفه الامر زي اشبه بايه؟ دول اللي معانا في الفصل كده، فاتعرفوا عليهم. فكل واحد هيبتدي ايه يغير في البروفايل بتاعه والكلام ده. تمام يا صفاء يا مروه، وصلت؟ واحد بعد اذنك لو تمام. يعني اسماء، ايه يا اسماء؟ تمام ماشي يا مروه، شكرا صفاء. خير يا اسماء؟ احنا في بيبول يا اسماء، بيبول. احنا في بيبول يا اسماء. اللهم خير، اللهم خير. تمام كده بيجز. هندخل على كونفرنسز. اوف كونفرنسز، بالله تاني ركز شويه في موضوع الكونفرنسز ده، علشان ده موضوع جميل. يعني there are no conferences. طيب الكونفرنسز ديت لو دي معناها ان احنا عايزين نعمل السيشن اللي احنا عاملينه، طيب اللي موجود معانا في كونفرنسز يضغط رقم واحد، اللي موجود معانا في كونفرنسز يضغط رقم واحد. تمام يا زهراء، معلش نقول لها اسماء ان احنا في كونفرنسز. تمام حلو. ديفيد وعبد الله، فاطمه فين؟ فاطمه في كونفرنسز. تمام فاطمه، تمام اوكي جميل. كونفرنسز ديت يا جماعه معناها سيشن اونلاين، سيشن اونلاين بالظبط، يعني سيشن زي السيشن بتاعنا. تمام كده، بس بالله ما حدش يضغط على زائد كونفرنسز ديت، ما حدش يضغط عليه. تمام يا الله يا الله يا الله. بس ماشي، هي كونفرنسز ديت عباره عن ويبينار زي الويبينار اللي احنا عاملينه ده دلوقتي بالظبط يا جماعه. تمام، بس على امكانيات، على بيج بلو بوتون، وساعتها يعني هيبقى في نفس الكلام، شيرنج وانك ترفع ايدك والقصص دي. حلو كده، وقت ما نقول ان في كونفرنس يعني في ويبينار، مش هنستخدم تيم فيور، هنستخدم بيج بلو بوتون. يعني احنا مش هنرجع لتيم فيور تاني. تمام، ده بس عشان اول مره، انما احنا هنشتغل على بيج بلو بوتون. انا هحاول اوقف الكونفرنسز ديت لحضراتكم، بس
ووقت ما نحتاج او وقت ما الوضع يتطلب ان احنا نعمله وبينار او نقول ان عندنا مشكلة عايزين نقف علشان نعمل جلسة زي الجلسة دي الافتتاحية دي عندنا مشكلة في ناس معها اسئلة هنقف ونقول يا جماعة معنا وبينار اللي هو الكونفرنس يعني هنعمل كونفرنس زي ما بيقولوا كده انتوا عارفين فيديو كونفرنس يعني كده انا زي افتح الكلام الفاضي اللي احنا بنعمله ده تمام يا جماعة بس هي بالبيج برو بوتون واحنا ممكن نعمل بروفا عليها لو الناس عايزة طب لو حد عايز يعمل بروفا يضغط واحد الناس اللي عايزة بروفا يضغط واحد صخرة ليه كلكم برضو بضغط واحد طيب كده ثلاثة من اصل 14 تقول ما نشتغل يبقى خلاص تمام عبد الله مش واحد يبقى ثلاثة مقابل واحد علشان الوقت تمام ثلاثة مقابل واحد حد هيصوت تاني بس ممكن نأجلها خلاص كده زهراء صاحب التصويت اثنين مقابل واحد حد موافق تاني طيب معانا نأجلها كده اثنين مقابل اثنين شكرا يا ابتسام خلاص بقى ثلاثة نأجلها أربعة مقابل اثنين دايما نأجلها خلاص يا جماعة مش هنشرحها دلوقتي بس انا مش هكمل لاني مش سامع اي شرح ليه يا اسماء يا رب يا اسماء طب حاولي تسمعي الحلقة بعد يوتيوب يا اسماء بس ممكن يكون المشكلة في الكونكشن بالانترنت يا جماعة الصوت لو الصوت انا عاملها في الشات الصوت واضح عند الناس لو الصوت واضح يكتب واحد في الشات واحد اثنين ثلاثة مش واحد ليا صور صح ليا صح فيه الله يهديك يا رب طب ممكن يبقى الكونكشن من الانترنت يعني جميلة مش واحد لا مش واحد يعني مش واحد وخلاص ممكن يبقى الانترنت بطيء شوية يعني ماشي يا اسماء استرك البال يا رب استرك البال يا رب تمام طيب اوكي علشان بس نشتغل مع بعض نكمله بعدين هننزله عندي كولابوريشنز دي طيب انا في الشات بتاعي انا في كولابوريشن ده سيشن من ضمن السيشن الجميله خالص واللي هتظهر ان شاء الله باذن الله في مجموعات العمل لما نيجي نشتغل كلنا في ايه في وير فريمنج يعني لما نشتغل ايه على موقع كامل هنضطر غصب لا ربنا يسترك يا اسماء يسترك البقى يا رب حاضر لما نشتغلوا كلنا على ويب سايت او مش كلنا يعني مجموعات مثلا لو احنا كنا 10 هنشتغلوا كل ثلاثة مثلا على ويب سايت فساعتها بيبقى في واير فريمنج فهنبتدي نفرض الخريطة بتاع جوجل علشان نبتدي كل واحد معاه فكرة وكل واحد يشتغل في ناحية وساعتها يظهر معانا الجيت والجيت هاب والكلام الفاضي ده تمام ديت بخصوص الطريقة اللي ديت الواجهة بتاعت الكونتنت مانجمنت سيستم بشكل عام طيب حتى الآن حد معايا مشكلة في شرح الواجهة دي عبد الله خير اللي معاه مشكلة يكتب واحد زهراء شكرا تمام شكرا فاضل تمام يعني انا اسف يا عبد الله شكرا يا عبد الله يبارك فيك يا رب الباقي طيب الباقي تمام حنان شكرا اوكي ديفيد شكرا يبارك فيك يا رب مش فاهمها برضه طيب ممكن نقول تاني حاضر يا مرحبا حاضر يا سلام بصي بقى في البانل بتاعي هو هوم ديت عباره عن الصفحه الرئيسيه من تاني يا جماعه عباره عن الصفحه الرئيسيه دي صفحه بتتغير في كل مره بندخل فيها ممكن تلاقيها بتتغير هو في الغالب هتتغير كل اسبوع فانت لو ضغطتي على الهوم هتلاقي الصفحه اللي بتحاول ترحب بيك وبتقول لك ويلكم يا فندم تمام كده الشاشه اللي قدام مننا ديت عباره عن ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه ديت لا معاك يا اقصد اخر حاجه اللي هي كولابوريشنز طب كولابوريشنز ديت هتظهر مع المجموعات يا مروه يا صفاء هتظهر مثلا لما نيجي يعني هو اكتر من واحد مثلا بيكتب في ملف شيت واحد يعني محتاجه نشتغل مجموعه فلما نشتغل مجموعه وفي مشروع تخرج في نهايه الكورس هنعملها ما تقلقيش يعني
بس انا مش هاجلها دلوقتي. احنا هنعملها بس لما يعني اكتر بيبقى في تاسك واحد متقسم على مثلا ثلاثه، فكل واحد هيشتغل في نفس الكود، فاهماني؟ في بلوك من الكود، فده اللي هيخلينا نعمل واير فريم للموقع، فلازم نكون كلنا بنكتب افكار بعض في مكان واحد، فده اللي هنعمله كولابوريشن. هنجينا ان شاء الله باذن الله، بس اللهم خير. تمام، حاضر. استرك الباري يا رب يا مروه. اسمع كده، انا معايا بنت تاني. الشاشه كانت ثلاث حاجات، براجع بشكل سريع، لو انا ضغطت على البتاع ده فهيحاول يعمل لي توجل للبار. الحاجه الثانيه بيكون عباره عن الكورس ستريم. الكورس ستريم ده عباره عن النشاط اللي حصل. يعني ايه؟ يعني انا عندي انونسمنت واحد وسبع تكليفات و12 ديسكشن تمام يا جماعه؟ تمام. ده بالنسبه لي انا براجع بشكل سريع. يعني لو انا بصيت على مثلا ضغطت على الكالندر، في الكالندر اللي هي الاجنده، يعني هو ده برضه من الحاجات الجميله خالص في المكتبه. في الاجنده دي بيحاول يظهر لك مثلا الايفنتس، زي الاحداث يعني. مثلا بتاع عندي ميكس، لو انا ضغطت في الكالندر بتاع مثلا جافا سكريبت فاندمنتالز، النتيجه بتاعت كانسل. انت ممكن تكنترول فيها يعني زي الشهر هو حصل فيه ايه، وممكن تبقى بالويك وبالديت وبالمانث والكلام ده. بس هو تقريبا انا ما عنديش شيء ممكن يظهره اقصد، حلو، باستثناء اني بس في شهر، اني في 10. ماشي، اوكي، اللهم خير. ديت الاجنده، فانا ما عنديش تاسكات في الكالندر دي دلوقتي، بس هو في الغالب انا فاهم الناس عايزه تسال تقول لي طيب هو مش في مواعيد للاساينمنتات؟ بالمناسبه في مواعيد للتكليفات يا جماعه، اكيد طبعا التكليفات مدتها اسبوع، فالكلام ده محتاج مني اني احاول اظبطه. ولو انت عايز انت تكريت ليك وقت معين فبتحاول تكريته وتكتب الطريقه المهمه بتاعتك وتحاول تعملها سبميت لو انت كنت عايز يعني. تمام، ده انا داخل من حسابي كستودنت، ولو اللي انت بتعمله هيظهر عندك هيشوف الاكستراكتور. تمام، هرجع ليه الكورس مره تاني. ده عن موضوع الكلينتر، فبيقول لي no nothing coming for the next week، ما في شيء، بس recent feedback اللي هو اخر تقييم كان ان انت جبت جود او انت جبت نهائيه في التقييم ده، فانت مثلا لما بتيجي تضغط عليه بتلاقي الانستراكتور، بتلاقي تكليفك وبتلاقي ان الانستراكتور قال لك جود واخدت مثلا 10 من 10. فلو انت عايز كومنت برضو على الكومنت بتاع الانستراكتور ممكن، ولو انت عايز ميديا كومنت يعني تحاول تسجل صوت او تحاول تسجل مقطع لو انت عايز الكلام ده ممكن، او فيك تسجله. ده حاجه من ضمن الفيتشرز اللي بتدعمها البيئه تبع ميديا. بدايه كده الكونتنت بتاع البيئة يا جماعة. أي حد معاه سؤال في البيئة دي يا شباب؟ أي حد معاه سؤال؟ في حد معاه سؤال؟ اللي معاه سؤال يبتدي يسأل. تمام فاطمة، شكرا، يبارك الباري فيكم يا رب. شكرا زهراء، ربنا يبارك فيك يا رب. أسمع، شكرا يا بسمة، يبارك الباري فيكم يا رب. ان شاء الله. لا، شكرا يا مروه، يبارك الله فيكم يا مروه. اسف، ريفت، شكرا يا ديفيد، يبارك الله فيكم يا رب. عبد الله، شكرا يا عبد الله. ريهام لسه، ريهام سمر، يا سمر يبارك الله فيكم يا سمر، شكرا يا سمر، شكرا يا ريهام. سحر، حنان، ابراهيم يا ابراهيم، معلش يا ابراهيم. تمام حنان دي صحر يا جماعه، دي صحر، صحر. تمام بيسي، ماشي. طيب اوكي، الناس عندها وقت نتطرق لنقطه ثانيه ولا الناس تعبت؟ حنان، شكرا يا حنان. الناس عندها وقت نتطرق لنقطه ثانيه ولا الناس تعبت؟ طيب الموافق ان احنا نتكلم نقطة تانية، ماشي، يضغط واحد. عادي كده، واحد، اثنين، ثلاثة، ماشي، جميل. أربعة، حد موافق تاني؟ كده ناقصنا 15 دقيقة. عبد الله، واحد، خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بسم الله ما شاء الله. كده، طيب يا جماعة، حلو.
الكلام اللي احنا بنتكلمه ده هنضيف عليه ريكوردينج.